أداء كبير ورائع من النادي الأهلي كعادته. تعال نروح للقاءات خاصة لرقم 10 من ملعب المباراة مع الكابتن سامي قمصان والكابتن خالد عبد الفتاح، ونرجع نكمل كلامنا. أولا مبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي العظيم النهارده، ملحمة الحمد لله، يوم تاريخي، والنادي الأهلي كل يوم بيثبت اللي هو رقم واحد، إن هو دايما الرقم الصعب. مبسوط جدا الحمد لله بيرابع الطفرة الأهلية، مبسوط جدا إن الواحد جزء من كيان كبير دوت. أتمنى إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نسعى لجمهور الأهلي أكتر وأكتر. طبعا النتيجة في الآخر، أنت بتلعب فرق مميز عنده قدرات، في أي وقت ممكن لا قدر الله يحصل الجول، لكن كان عندي ثقة كبيرة جدا في اللعيبة، وأعتقد اللعيبة الحمد لله النهارده عملت جهد كبير جدا، سواء اللي بدأ أو نزل، حتى الناس اللي كانت بره الفرقة يعني. فأعتقد الحمد لله ربنا بيكلل جهود الناس كلها، ومجلس إدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني والإداري والطبي والعمال، وأعتقد الحمد لله ربنا كريم جدا يعني، وإن شاء الله مزيد من البطولات للنادي الأهلي إن شاء الله. بقول لهم أنتوا دايما بعد ربنا، أنتوا السند لينا، أنتوا دايما اللي بتدونا القوة. احنا كلنا بنشتغل وكلنا بنتعب عشان نحاول نرد لكم جزء من تعبكم النهارده. بص الجماهير جايه من الساعه كام عشان تجهز الفرقه، فاعتقد الحمد لله ده كان اكبر رد ليهم، وتحياتي ليهم وبشكرهم جدا فوق راسنا كلكم، وان شاء الله نقدر نساعدكم كمان. الحمد لله ماتش كبير طبعا، بطوله كبيره، الحمد لله خدنا اللي احنا عايزينه، البطوله خدنا البطوله، كسبنا الماتش. الماتش الاول النتيجه 0-0، نتيجه تقلع شويه، بس الحمد لله احنا عملنا اللي علينا النهارده وخدنا الماتش. طبعا نتيجه الماتش الاول خادعه شويه، في نفس الوقت ترجي فرقه كبيره طبعا، متمرسين على طول، معظم النهائيات يعني كانوا بيعملوا ماتشات كبيره جدا، فرقه قويه، فالحمد لله يعني زي الفل. دايما مع الحلوه والمره معانا زي العاده بتاعتهم طبعا، والبطوله دي طبعا بتاعتهم اللي فاتت من غيرهم طبعا، انت شايف الاستاد فوق عامل ازاي.